في هذا الصباح ومع هذا الانطلاق المتميز لمسافتنا المعتادة والمقررة في سباق صباح هذا اليوم وهي 8 كيلومترات وبداية الانطلاقات لهذه المسافة ببداية هذا الموسم في هذا الانطلاق المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط نتابع البداية والمقدمة وأرهني اللي قاد المجموعة في هذه اللحظات نتابع النصر لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من ينطلق منذ البداية بناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمه النصر يلي مع المركز الثاني أرى شاهين الهلال بن سعيد بن هلال الظهري ومع المركز الثالث من الجانب الآخر عالي خالد بن سعيد بن بروك الحميري في متابعة عالي مع المركز الثالث والتسلل لهياض لمحمد بن سهيب بن عويضان العامري يتقدم مع المركز الرابع بهذا الانطلاق المثير والرائع ومع المركز الخامس وصلت الأسامي في هذه اللحظات نتابع القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام والتسلل المليح للذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري من يتنطلق أيضا على مستوى المركز الخامس سادس التحديات مياس الحمد بن عبيد بن البود الخيلي من ينطلق على مستوى المركز السادس ومع المركز السابع وصل بهذا الأداء المتميز شاهين لعلي بن سالم بن علي الاكتبي من ينطلق بدوره على مستوى المركز السابع وفي المركز الثامن وصلت الأسامي وصلت الشعارات المتميزة والانطلاق لحرب لأحمد بن محمد بن دقاش العامري من ينطلق على مستوى المركز الثامن تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرهني السبورت لسيب السلطان بن حمد بن الأصري الشامسي من يتقدم بتحديات السبورت مع المركز التاسع أيضا أحد الأسامي اللامعة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز ومع المركز العاشر أرى القدوم وأرى التحديات القادمة أيضا في هذا الانطلاق المثير لبيضان نواب بن نوح بن أحمد البلوشي من يقدم بيضان على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندانا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسهام المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط ولكن أرى هناك أيضا أسامي والشعارات لم يحن دخولها إلى عالم من الإذاعة نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية لنا عودة مع الصدارة والبداية وأرى هناك النصر من يحال في النصر منذ البداية بشعار ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط الاندفاع التلقائي في هذا الأداء المثير مباعد المسافة وهان الشعيب هم الأقرب لسلامات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير بهذا العرض المتميز بهذا الاندفاع الجميل اللي قدمه النصر اندفاع تلقائي اندفاع ذاتي بهذا التحدي الجميل والرائع مباعد المسافة النصر نتابع المركز الثاني وأرى شاهين الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري من يتقدم أيضا على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث شعار بن بروك من الجانب الآخر مع علي خالد بن سعيد بن بروك الحميري من يتقدم على مستوى المركز الثالث نتابع المركز الرابع أرى الأسامي أيضا وأرى هياض قادم بكل قوة محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يتابع هياض مع المركز الرابع خامس التحديات من الجانب الآخر شاهين لعلي بن
بن سالم بن علي الاكتبي من يتقدم على مستوى المركز الخامس والسادس التحديات. شعار الربيعي مع مليح الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. من يتابع تقدم مليح مع المركز السادس. نتابع بقية المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. وأرى التقدم لمياسل حمد بن عبيد بن شلبود الخيلي من ينطلق أيضا على مستوى المركز السابع. بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى سبورت للسيب السلطان بن حمد بن الأصري الشامسي يتقدم ايضا مع السبورت مع المركز الثامن. وتاسع الانطلاقات من الجانب الاخر نتابع التحدي من حرب احمد بن محمد بن دغاش العامري بيضان يتسلل ايضا مع المركز العاشر. نواب بن نوح بن احمد البنوشي من يتابع بيضان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا الصباح المتميز مع سن الكبار. ولكن لنا عودة مع الصدارة بعد المغادرة للوحة الأربعة كيلومترات. انتصاف المسافة والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط. وأرى هناك النصر، أرى النصر يحالف النصر منذ البداية بهذا الشعار، شعار ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. من ينطلق، من يندفع بناموس هذا الشوط. مباعد المسافة، ركض تلقائي، ركض مثير يقدمه، واندفاع مثير أيضا يقدمه النصر في صباح هذا اليوم مع هذا السن، سن الكبار، مع هذه الانطلاقات المثيرة والرائعة. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني. وأرى التقدم مع المركز الثاني عالي بشعار خالد بن سعيد بن مروك الحميري وشاهين. ينطلق على مستوى المركز الثالث لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري. بينما انطلقنا مع المركز الرابع من الجانب الآخر مليح للذيب بن سالم الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. من ينطلق أيضا بتحديات هذا الشعار القادم من الوثبة مع هذه التحديات الجميلة والرائعة. ومع المركز الخامس هياض محمد بن سهيل بن عويضان العامري. يتابع تقدم هياض مع المركز الخامس. سادس التحديات، أرى القدوم أيضا التحديات لمياس لحمد بن عبيد بن شلبود الخيلي. بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع بأرى الأسامي القادمة في هذه اللحظات. والتسلل مع المركز السابع، أرى القدوم من شاهين لعلي بن صالح بن علي الحميري يتسلل بأول ندى. والسبورت أيضا من الجانب الدوني ينطلق أيضا مع المركز الثامن للسيب السلطان بن حمد بن الأصري الشامسي. ومن الجانب الآخر مع المركز التاسع نتابع بيضان مع المركز التاسع بشعار نواب بن نوح البلوشي. ومع المركز العاشر أرهني شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد الشحي. من يتدخل أيضا بشعار الشحي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تحديات بهذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. والنصر على الصدارة، النصر على المقدمة. انباعد المسافة بهذا الانطلاق. ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع تحديات النصر، مع انطلاقة النصر. ولكن أرى الجماعة قادمون في هذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير. وأول الهاجمين مياس لحمد بن عبيد بن شلبود الخيلي. ولكن أرى عالي مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لخالد بن سعيد بن مروك الحميري هياض. يتقدم مع المركز الرابع لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. من يتابع هياض وصل السبورت مع المركز الخامس بهذا الانطلاق المثير. سيب السلطان بن الأصري الشامسي. من يتابع تقدم
قدم السبورت من الجانب الآخر مليح للذيب بن علي بن سالم الربيعي. المنصوري بيضار أيضا يتدخل مع المركز السابع للنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، ومع المركز الثامن من الجانب الآخر نتابع مدمر يتسلل في هذه اللحظات لناصر بن مفرح بن تويم الإحبابي، يتقدم أيضا بأول ندى مع المركز الثامن. تاسع التحديات، انطلاقة شاهين لعلي بن عبد الله بن سعيد بن عامر الشحي من ينطلق على مستوى المركز التاسع، ومع المركز العاشر الأسامي القادمة. التحديات في هذا المسار الجميل، نتابع القدوم مشاهدينا متابعينا الكروب في هذه اللحظات من شاهين للسيف بن ساري بن بلوش. المزروعي يتدخل مع المركز العاشر، والنصر يسيطر، النصر يسيطر على مقدمة هذا الشوط مع لوحة الإعلان، مع لوحة التذكير. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، موعد الإعلان لمن يريد أيضا التحديات في هذا الصباح الجميل. حركوا يا جماعة مع هذا الانطلاق المتميز، ولكن النصر منذ البداية يا الرشوط بهذا الانطلاق المثير مع هذه العروض التلقائية حتى هذه اللحظات، بدون أي أوامر بدون أي تعليمات يقود المجموعة، ينطلق بناموس هذا الشوط بشعار ذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. ولكن قدم التسلل، التحديات القادمة، نتابع مياس لحمد بن عبيد بن شلبود الأخيلي، ومن الجانب الآخر شعار سيف بن ساري بن بلوش المزروعي يتدخل أيضا مع تحديات شاهين. المركز الرابع وصل بهذا الانطلاق البرجيل راشد بن سالم بن سعيد المسافري، والنصر على الصدارة، النصر على المقدمة منذ البداية يا الرشوط. مياس يتسلل، ولكن أرى بالفعل مياس مع المركز الثاني لحمد بن عبيد بن شلبود الأخيلي. واللحظات الأخيرة، النصر على الصدارة، مياس يحاول في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، النصر صامد على مقدمة هذا الشوط، ومياس يتسلل في اللحظات الأخيرة، ولكن النصر مياس والنصر، واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، مياس على الصدارة. تهانينا لحمد بن عبيد بن شلبود الأخيلي. النصر يحاول، مياس صامد في اللحظات الأخيرة، ولكن مياس، سلام للدشبة، سلام، تهانينا لحمد بن عبيد بن شلبود الأخيلي. النصر مع المركز الثاني لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث ياتي البرجيل راشد بن سالم بن سعيد المسافري. المركز الرابع ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار علي بن صالح بن علي الحميري، من ينطلق على مستوى المركز الرابع، ومع المركز الخامس السبورت للسيف بن سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذا الشوط اللي حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة. نعود مع التوقيت الزمني، 13 دقيقة 20 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت مياس. تهانينا لحمد بن عبيد بن شلبود الخيلي، سلام ند الشباب، سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه مياس، بينما اللي وصل مع المركز الثاني النصر وقدم عرض يشكر عليه. 13 دقيقة 21 ثانية جزء واحد من الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول البارجيل مع المركز الثالث، وياتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 26 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لراشد بن سالم بن سعيد المسافري، تهانينا للجميع والناموس. شاهدينا الكرام، متابعينا الكرام، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي